ايه الاخبار؟ انا بيستي من شانل بيستيايزيشن، والنهارده هنلعب لعبه يعني تعتبر من ال اسمها ايه، عارف يعني في الحاجات النفيسه دي، مش عارف بيسموها مجوهرات نفيسه، جواهر نفيسه، حاجه نفيسه، هي نفيسه من اللعب الرهيبه اللي اتعملت في عالم الجيمنج يعني، وهي لعبه Another World. زي ما شايفين مكتوب ان بقالها 20 سنه، 20 سنة. أنا أحكي لكم يعني تاريخ قبل ما نبدأ الجيم، وممكن وإحنا بعد ما أفتح الجيم أوريكم التاريخ بتاعه، بس الأول أنا في حاجة مضايقاني إن في 305 بس عاملين لايك ليها، فأنا أكلم 306. وزي ما إحنا شايفين مكتوب إن الديفيلوبر ديجيتال لاونج، دي برضه حاجة تانية خالص. فإحنا هنعمل ستارت، وأنا هفتح النوتس بتاعتي عشان أقول لكم التاريخ بتاع الجيم. زي ما شايفين مكتوبة ديجيتال لاونج ودي الجيم. فلو دخلنا على السيتنجز، في اكشلي حاجات روشه جدا في السيتنجز، وهي ان ممكن نخلي الساوند هو الاوريجينال بتاع الجيم اللي الجيم نازله بيه، والريزولوشن ممكن نخليه الهاي ريزولوشن او اللو ريزولوشن حسب ما احنا عايزين، فاحنا نخليه هاي، والساوند هنخليه اوريجينال بس نخلي السي دي كونسول ميوزك يعني عشان كده. ف خلاص كده خلصنا الحته دي، وقبل ما ادوس بلاي هقول لكم على شويه معلومات جميله، او بما اني حافظ الانترو فاحنا ممكن ندوس بلاي. لا وهتكلم والبتاع شغال لان مفيش اسمعوها، ركزوا في الصور واسمعوني. فالديفلوبرز الجيم كانوا دلفين سوفت وير ويو اس جولد وانتربلاي انترتينمنت، طبعا انتوا عارفين انتربلاي، وفيرجن انتراكتيف كمان عملتها، ودلوقتي الديجيتال لاونج المفروض فوكس هوم انتراكتيف. ديجيتال لاونج المفروض بتاعت ال 15th anniversary، والفوكس هوم المفروض بتاعت ال 20 يعني اللي هو ال 20. ف طبعا الديزاينر اريك شاهي. الجيم دي بقى نزلت سنه يعني سنه ميلادي اللي هي 1991، ف يعني بقى لها اكتر من 20 سنه، او بقى لها دلوقتي 23 سنه. نزلت سنة 91 على الاتاري اس تي، نزلت على الدوس والاس ان اي اس والميجا درايف، وحتى الابل سوفت وير اللي كان ايامها ساعتها يعني سنة 92، ونزلت على 3 دي او. انا ما اعرفش 3 دي او بصراحة، مش هكذب، سنة 1993. بعد كده من 93 ل 2005 ما نزلتش على اي حاجة. 2005 انا فاكر انا كنت بلعبها على موبايلي، وفعلا كانت نازلة 2005 على الموبايلات، بعد كده نزلت 2006 على ويندوز موبايل، بعد كده نزلت 2006 تاني على الويندوز وكانت 15 سنة، بعد كده نزلت على اي او اس 2011، بعد كده نزلت على اندرويد 2012، بعد كده نزلت على ويندوز تاني بعد 20 سنة 2013، ونزلت على الوي يو و 3 دي اس في يونيو 19 يونيو يعني شهر 6 اللي فات اعتقد، وبعد كده نزلت بعدها بشوية صغيرة جدا على ال اسمه ايه ده، نزلت يوم 25 يونيو على بلاي ستيشن 3، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن فيتا، وهي عندي على الثلاثة دول، ونزلت على الاكس بوكس 1 كمان. فاحنا دلوقتي بنلعب على البي اس 4. طبعا الديستريبيوشن بتاعها كان نزلت على فلوبي ديسك، ونزلت على كارتج، ونزلت على سي دي روم، ونزلت على اسمه ايه ده، ان هي بتكملها داونلود. واللعبة مش هتقعد أكتر من ساعتين على فكرة، يعني اللعبة مش طويلة. خلونا نشوف. هبطل رغي دلوقتي عشان نلعب. ده اللي حصل فينا، اتبلعنا. ودي اللعبة يا جماعة، يعني ده كل اللي في اللعبة. فأنا عايز أدوس، ما ينفعش. شايفين الحتة دي؟ زي ما احنا شايفين طبعا اللعبة عاملة زي اسمه ايه ده؟ برنس. ايه انا ممكن اتحكم في الريزولوشن. طيب انا فاكر ان انا لعبت لعبه كده ولعبتها كده في ال 15th anniversary، بس انا خلصتها مره. ايه ده البتاع ده ممكن شايفين البتاع اللي بيطلع ده ممكن اقول
وده برضو لو لمسته يموتني. شت شايفين؟ تات خلاص هموت دلوقتي. يا ربي انا بعدي منهم ازاي دول؟ بالمناسبة انا كنت دايما بعدي الجزء الاول من اللعبة دي وبعد كده يحصل حاجة ما كملهاش، يعني تقريبا عمري ما لعبتها كلها. طيب انا المفروض اعمل الحتة دي اسرع شوية فانا هعملها اسرع. زرار انا ناسي، مفيش اي حاجة تانية. يا ربي كنت بعمل ايه هنا؟ ايوه انا فاكر كان في حاجه بتتعمل مش فاكر ايه هي. لا مش حد لكم ليه دلوقتي؟ لا 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 طيب انا هلعب بالدي باد. المفروض المربع هو اللي يضرب والاكس هو اللي كمان كاراتيه. ليه بقى انا قتلت دول وهقتل اللي جوه ده كمان احتياطية؟ تعالوا بقى معايا بصوا اللي هيحصل دلوقتي ايه. جاهزين؟ معرفش ليه انا حنيت لل هوبا نلف ونرجع تاني عشان نجري ورا تاني. السلام عليكم. طيب انا عايز العبها كده بس مش عارف يعني الناس تبقى عايزاها كده ولا كده، بس كده احلى صح؟ دلوقتي انا بطل يا جدعان. البيتس احلى بكتير من الفلترز. Let's
مش عارف ليه ما بيفضلش موطي. انا معايا دلوقتي من الحوار ده هحاول العب. انا كل شويه انسى العب بالانالوج بدل الدي باد، ف هحاول اغير. طب حتى يعني البتاع اللي فوقيني دي بالذمه مش احلى؟ هو ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم عملت ايه بالظبط. روح انا عملت حاجه حلوه. مش الارض فوق احلى بكتير من الارض تحت؟ كتير يعني تنجز يعني فرق. معلش انا عايز اشوف نفس اللقطة لو بكده. انا يعني بص الفرق احلى بكتير والله. تعالى يا ابني انجز، عايزين نصلح نشوف ايه. طب ايه ده عملت ايه كده؟ تعالى يا ابني انجز، يلا بابا يلا اركب يا حبيبي. ماشي نروح هنا. اتحرك واجري. مش فاكر بقى الحتة دي كانت عاملة ازاي. ادخل شمال. انا حسبتها غلط خالص. ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ وانا ليه شعري بيبيض لما بلمس البخار؟ يوه تايمنج الزبالة عندي. استنى تركيز. بس انا جنبي دلوقتي دارك شوكليت فعمال ابص لها باغراء. وقت دوكي دوكي امشي بقى. نجرب شمال الاول.
كده شحننا الكنترولر. انا المفروض ما اجريش بقلب. اوبا مين اهو؟ اوبا كنت بنط والله. ماشي وبعدها ندخل يمين نقعد نجري 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 نقعد بسرعة نضرب نط يعني. انا ما بضربش ما بعرفش ايه انا كموت لو نزلت تحت يحصل ايه؟ اوكي ولو دخلت يمين هيحصل ايه؟ ايه ده؟ كازو؟ عندي فكرة بس مجنونة شوية. لا يحصل كده كويس انا خدت بالي. طيب ننزل تحت ندخل شمال يمين هنشوف فيه في خوازيق وفي الناحية التانية في خوازيق. خلينا فاكرين الموضوع ده ننط عشان مش محتاجين نعمل هنا خوازيق. ماشي ندخل هنا شمال يمين شمال ننط تاني ننط ننط نجري ويب ماشي خلاص الحتة دي ونقفل الفيديو ده ونكمل في الفيديو اللي بعديه. عامة او لا ولا احنا كده بن ها كان هيضحكوا عليا. هوبا ايوه
كيب ووتر. حلو كده، لو عملنا كده رحنا هنا، ده انا فوق معرفش كده استفدنا ايه صراحة، تصدق والله ما اعرف عملنا ايه كده. طب ما انا كده لو وقعت هموت ولا ايه؟ ولا انا مطالب بان انا اجري وبعد كده اقع؟ خلونا نطلع فوق الاول نشوف فيه. كده حلو، طب ما ننزل من تحت احسن. مكنتش عارف ان انا ممكن امشي بال، ولا هو كان شلال فكان بينطرني كده لتحت. نشوف انا فين. طيب انا هقفل الفيديو ده هنا واكمل في الفيديو اللي بعديه. يا نهار اسود، هخلص الحتة دي واكمل الفيديو اللي بعديه. فاشوفكم الفيديو الجاي وسلام.